تم تأسيس شركة هتبقى متخصصة في إدارة الشبكات، ليس توريد الغاز بل أيضا إدارة الشبكات، ودي تبقى شركة أخرى أردنية، وده جزء من التنويع. الحاجة التانية هو الاتفاق على توريد الغاز للصناعات، ودي ده موضوع مهم جدا، ودي اتفاقية مهمة، لأن احنا كنا في الفترة اللي فاتت كان بيبقى كل الغاز اللي بيتم توريده بيتم استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية. النهاردة بنتكلم على توفير الغاز للصناعات أيضا، ودي الحقيقة الحكومة الأردنية في هذا الإطار ادت حوافز للتشجيع أصحاب الصناعات إن هم يتحولوا لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من الطاقة والوقود التقليدي اللي هو المازوت أو الديزل.